هناك عبث في السوق، هناك إخفاء للمشتقات النفطية ومن ثم إعادة بيعها بالسوق السوداء، وهذا ما قدمت عليه ميليشيات الحوثي خاصة بعد قرارات الحكومية التي جعلت المشتقات الحكومية تدخل عبر الشرعية ومن ثم تتجه برا الحيطة. اليوم بعد عودة يعني دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة ورغم وصولها بكميات كافية، إلا أننا جماعة الحوثي ما زالت تتلاعب بالأسعار وتضع أسعارا تضع فيها أرباحا كبيرة، تذهب هذه الأرباح لصالح شركات خاصة بها فقط لدعم مشروعها ولتمويل أجندتها، ولا يستفيد المواطنين على الإطلاق. على مدى شهور استفادت جماعة الحوثي خلال الشهرين الأولى فقط من دخول المشتقات النفطية أكثر من 80 مليار ريال، ومن ثم الشهرين التي تلتها المبلغ تضاعف إلى ضعف ذلك، ومع ذلك رغم أن الأسعار أكثر من حدها المطلوب، شركة النفط اللي حتى في مناطق سيطرة الحوثيين هي فقط موجودة كشكل ظاهر، بينما الحقيقة هي شركات خاصة وهما ممولين خاصين ومحطات تتبع هذه الجماعة، هي المتحكم الرئيس في للأسف يعني غياب دور مؤسسات الدولة الحقيقية سواء كان في مناطق الشرعية ولا مناطق الحوثيين جعل هناك استغلال حالة عامة من قبل التجار الذين يسعون درجة رئيسية تحقيق أرباحهم. الوضع أكثر صعوبة طبعا في مناطق سيطرة الإنقلابية.